رعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام في الأردن مجد شويكة الاثنين حفل تدشين مجموعة زين للمؤتمر السنوي السادس زين للتكنولوجيا في عمان. وأطلقت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فعاليات النسخة السادسة للمؤتمر تحت عنوان رحلتنا مستمرة، حيث تعكف المجموعة على تنفيذ استراتيجية طموحة تنقلها إلى حقبة جديدة في مسيرتها الرائدة في أسواق المنطقة بالتحول إلى مزود الاتصالات الرقمية المتكامل. شويكة قالت أن انعقاد مؤتمر مجموعة زين في الأردن يأتي استكمالا لاستضافة المملكة للمؤتمرات والمنتديات الدولية، لا سيما وأن هذا المؤتمر يجمع خبراء ومتخصصين عالميين في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كنا على موعد مع منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية ملكية سامية والذي تنظمه جمعية إنتاج، وكانت زين الأردن وشقيقاتها من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن من عناصر نجاح هذه الفعالية التي حملت عنوان الاقتصاد الرقمي، وتوجنا فيه ذروة التناغم الفعلي والعملي بين القطاع العام والخاص، حيث أطلقنا مبادرة ريتش 2025 استراتيجية وطنية شمولية تنهض بالقطاع، ومن المتوقع أن تجذب أكثر من 7000 شركة جديدة واستحداث حوالي 150,000 فرصة عمل في القطاعات كافة بحلول إن شاء الله عام 2025، أي نحو اقتصاد رقمي بامتياز. وأطلقنا شعار حكومتي بخدمتي ليعبر عن رحلة التحول الإلكتروني في الحكومة، وهي جزء لا يتجزأ من رحلة التطور والتغيير. إن نهضة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نهضة لكافة القطاعات الحيوية في المجتمعات، وإنكم اليوم في أعمالكم تقودون مجتمعاتكم بكل وعي للمستقبل، حيث تجويد حياة الإنسان وجعل فرص التلاقي أكبر وأسهل. إنه الأردن الذكي الذي يعدو نحو المستقبل بكل همة ويطمح أن ينافس عالمياً في هذه الصناعة الرقمية، وأن يقدم بالتشارك مع الدول الشقيقة منجزاً تقنياً عربياً أصيلاً يجعل من المنطقة مركزاً حيوياً ليس فقط لاستقبال واستهلال الحلول التقنية بل لتصديرها للعالم. الرئيس التنفيذي في زين الأردن أحمد الهناندا أكد أن هذا الحدث الإقليمي بالشراكة مع العديد من الوفود الدولية نستعرض آخر اتجاهات صناعة الاتصالات في الأسواق العالمية مع شركائنا والتواصل معهم بشكل أفضل، وفي نفس الوقت لتبادل التجارب، وذلك حتى نتعرف على أفضل النماذج التشغيلية التي تتواءم مع أهدافنا الاستراتيجية. مؤتمر هو المؤتمر السادس للتكنولوجيا في زين، بضم عدد كبير من صانعين القرار في شركة زين من جميع عمليات زين ومن مجموعة زين، إلى جانب صانعين القرار ومدراساء التنفيذيين لمجموعة كبيرة من شركات تكنولوجيا المعلومات الموجودة في الوطن العربي، ممثلة بتمثيل عالي المستوى. مهم جدا للأردن احتضان مثل هيك فعالية، مهم جدا لإلنا كزين الأردن أنه تم اختيار الأردن لاحتضان هذه الفعالية اللي تعتبر واحدة من أهم الفعاليات لشركة زين اللي بتقيمها سنويا من 6 سنين، من مفهوم من إيماننا المطلق بأهمية إثراء تجربة عملائنا، تقديم ما هو أفضل، تطوير المستمر للبنية التحتية ولتكنولوجيا المعلومات في شركة زين. من 6 سنين زين أيقنت أنه في عملية تحول مطلوبة، في تغير في سلوك الأفراد، في تغير في احتياجات المستخدمين، ومن هون تم بناء شراكات استراتيجية كبيرة مع العديد من موردين الخدمات بهدف مواجهة متطلبات هذا التحول، والحمد لله قدرنا نوصل وين احنا اليوم، وان شاء الله مستمرين على نفس الدرب وباستثمار اكبر وبمجهود اكبر وبشركات اكثر للوصول لهدفنا الاساسي، وهو ان نكون الاختيار الافضل لكافة المستخدمين في كل الدول اللي تعمل فيها شركة زين.
الجدير بالذكر أن مجموعة زين أحرزت تقدما كبيرا في استحداث مراجع تقنية متطورة خاصة بها في مجالات التكنولوجيا، حيث تمثل نقاط ارتكاز تسترشد بها في تنفيذ وتصميم شبكاتها، وهو ما جعلها تمتلك واحدة من أفضل البنى التحتية المتطورة في قطاع الاتصالات في المنطقة. حازم السردي، الحقيقة الدولية.